في عندي موضوع الكائنات بالجافا سكريبت او الاوبجكتس. هون في عندي بالريال لايف اوبجكتس يعني الكائنات بالعالم الحقيقي خصائص او الميثودز. بالعالم الحقيقي السيارة مثلا هي كائن. الكائن هذا السيارة بيملك خصائص بروبرتيز مثل الوزن اللون وميثودز مثل ستارت وستوب. يعني شوف مثلا هذا المثال بيوضح الصورة بشكل مبسط وواضح جدا. يعني شوف هون عندي الأوبجكت هو السيارة، الكائن هو السيارة. في عندي البروبرتيز للأوبجكت، خصائص الأوبجكت، مثلا الاسم فيات، الموديل 500، الويت 850 كيلوغرام، اللون وايت، كار وايت. شوف هون بين البروبرتي والأوبجكت في عندي النقطة اللي هي هاي الدوت، يعني هي هاي استدعاء، تسمى استدعاء بالبرمجة. الميثودز هي شيء بتنفذ على الكائن. يعني مثلا ستارت شغل السيارة، كار درايف ساق السيارة، كار بريك شحط فرام، كار ستوب وقف طفى السيارة. كل السيارات تمتلك نفس الخصائص، لكن قيم الخصائص هي اللي بتختلف من سيارة لسيارة. كل السيارات تمتلك نفس الميثودز، لكن شو الميثودز بتتنفذ بطريقة مختلفة احيانا او بتتنفذ باوقات مختلفة. الجافا سكريبت اوبجكتس يعني الكائنات الجافا سكريبت هي دائما متعلمة كأنها جافا سكريبت متغيرات بتحتوي على قيم للبيانات. شوف مثلا هذا المتغير، القيمة هي فيات للمتغير ويسمى كار. بالكائنات في عندي متغيرات ايضا، لكن بالكائنات ممكن تحتوي على اكثر من متغير، اكثر من قيمة. بالكود هون عندي اكثر من قيمة، هي فيات و 500 وايت، بتشير لمتغير بيسمى كار. المتغيرات ايضا بتكتب name وvalue مفصولة بالكولون. الجافا سكريبت كائنات الجافا سكريبت هي تحتوي على named values تسمى بالبروبرتيز او الخصائص او الميثودز. تعريف الكائن، تقدر تعرف او تنشئ بالجافا سكريبت كائن عن طريق الاوبجكت لترال، يعني الفار بعدين اسم الاوبجكت بعدين البراكتس هاي واخر شيء سيمي كولون، بعدين بير ازواج من نيم وفاليو نيم وفاليو نيم وفاليو وهكذا. الفراغات والانترات مش مهمة بالجافا سكريبت. تعريف الجافا سكريبت ممكن ينتقل لأكثر من سطر. خصائص الكائنات تسمى خصائص name value، الخاصة وقيمة الخاصة، يعني مثلا first name John، last name Doyle، age 50، eye color blue. الوصول لخصائص الكائن عن طريق النقطة هاي، اسم الكائن بعدين نقطة بعدين اسم الخاصية، او عن طريق الاقواس المربعة square brackets، اسم الكائن قوس مربع بعدين سيمي دبل كولون دبل كوت يعني علامة تنصيص مزدوج بعدين اسم الخاصية. الميثودات للكائنات، الكائنات ايضا ممكن تحتوي على الميثودز. الميثودز هي اكشنز افعال بنقدر ننفذها على الكائنات. الميثودز هي بتخزن بخصائص مثل تعريف الفانكشن او التوابع. الفول نيم هي عبارة عن فانكشن بترجع لي this first name زائد space زائد this last name.
الميثود هي تابع بيخزن بالخاصية، يعني هو مثلا شوف الفانكشن هاد حطينا بالفول نيم فانكشن، بعدين شو عرفنا داخل الفانكشن this first name زائد this last name. this keyword هي عبارة عن بالفانكشن بتعرف التابع، هي بتشير للاونر او المالك للتابع. بالمثال الاعلى this هي البيرسون، كان البيرسون هو المالك للفول نيم. في عندي other words يعني بكلمات اخرى، الفيرست نيم this first name تعني انه الخاصية لهذا الكائن. الوصول للميثودات كمان نفس العملية، بالنقطة هاي اسم الكائن، نقطة اسم الميثود، بعدين شو البرانثيسيس نفس العملية. اذا بدنا نسند اسناد اسم الكائن اسم الميثود بعدين سيمي كولون. اذا بدك توصل للميثود بدون البرانثيسز بترجع لك الفانكشن ديفينيشن، يعني تعريف التابع بس بدون قيم، اذا ممكن هذا الشيء. لا تعرف النصوص الارقام وحتى البوليانز المنطقيه كاوبجكتس ككائنات بالجافا سكريبت. لما الجافا سكريبت متغير الجافا سكريبت متعرف بالكيورد نيو، المتغير بينشئ ككائن. لما نقول string new string بيعطيني بيعرف لي كائن جديد string كائن، number بيعرف لي number object، البوليان بيعرف لي بوليان object object مش بوليان. تجنب string ونمبر وبوليان اوبجكتس، هاي بتعقد لك الكود وبتبطئ التنفيذ، بتبطئ سرعة التنفيذ. راح نتعلم عن الاوبجكتس لاحقا ب راح نتعلم كمان اكثر عن الاوبجكتس بالدروس اللاحقة، بتتضح الصورة بمزيد من الامثلة. إذن هاي كانت الكائنات بالجافا سكريبت.